يا صباح الخيرات على مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، أكيد هنتكلم من خلالها مع كل حضراتكم عن كتير من الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي. وبطبيعة الحال وبصفة استثنائية لازم نعمل وقفة النهاردة بخصوص محمد صلاح، اللي امبارح الحقيقة الناس كلها كانت فرحانة له وفرحانة لفرحه، شيء عظيم جدا. أكيد أنا ونهاوند هنتكلم مع حضراتكم يعني خلال حلقة النهاردة وشوية حلوين عن محمد صلاح والإنجازات التاريخية والأرقام القياسية اللي كل يوم والتاني عمال يفرقعها في وش العالم كله. الحقيقة حاجة عظيمة جدا. صباح الفل عليكم وأهلا بيكم. صباح الفل عليك يا نهاوند. صباح الخير يا كريم. صباح العسل. صباح العسل. بونجور عليك، بونجور على حضراتكم جميعا. صباح الخير وحلقة جديدة وعشر الصبح في الأهلي النهاردة يوم الاثنين. وزي ما كريم قال كده، كل حلقة أو كل كام حلقة بيبقى فيه عنوان للفقرة. سعداء النهاردة بمحمد صلاح جدا بهذا الإنجاز اللي فعلا زي ما بيطلق عليه تاريخي ورقم جديد قياسي يعني بيكتب لصالح أو في تاريخ محمد صلاح. وامبارح يمكن كلنا كنا مبسوطين، تحديدا هتكلم عن الجماهير المصرية أكيد اللي بتحب محمد صلاح بطبيعة الحال حتى لو مش بتشجع ليفربول. وده ليه يا كريم؟ لأن في نقطة مهمة هنا، لما نيجي نتكلم عن الفترة اللي فاتت وكم ماتش اللي فاتوا والهجوم اللي كان غير طبعا مبرر، وعلامات الاستفهام كانت على بعض التصريحات الغريبة من جماهير ليفربول بالمناسبة، والناس اللي كانت يعني بتغني باسم محمد صلاح، الهجوم اللي كان عليه في الفترة الأخيرة اللي احنا لحد دلوقتي مش فاهمين هل هو كان بسبب ان الناس زعلانة على أداء محمد صلاح من كتر حبهم فيه، ولا كان الموضوع ان هم بيحملوه مسؤولية التراجع في مستوى ليفربول. على كل حال اللي حصل ان محمد صلاح رد على الأرض، وانا بحب دايما الناس اللي بترد على الأرض مش بترد بالكلام. محمد صلاح قدر ان هو يرد على الأرض في المباراة امبارح، هنتكلم في التفاصيل طبعا كلها طبعا. معنا طبعا كمان كواليس، معنا ازاي الصحف العالمية والإنجليزية تحدثت عن مباراة امس، تحدثت عن محمد صلاح تحديدا وايه القادم كمان لمحمد صلاح. وزي ما بيتقال كده يمكن ليفربول يا كريم ما كانش الأفضل أبدا في الشامبيونز ليج، وكان متراجع بشكل كبير جدا، لكن بعد الكبوة يمكن بتاعت الشامبيونز ليج قدر ان هو يعوض امبارح ان هو يكمل بطريقة أفضل مع الدوري الإنجليزي. احنا نتكلم على ويا له من تعويض يا نهاوند، ويا له من تعويض. 7-0 يا حضرات، ده رقم استثنائي، ده سكور مخيف وسكور مهين لأي فريق يتعرض لهزيمة تقيلة بالشكل ده. على كل الأحوال خلونا برضو نعرف حضراتكم إن شاء الله احنا زي ما قلنا أنا ونهاوند هنتكلم معاكم في كل التفاصيل دي في الساعة الأولى. وفي الفقرات بقى الحوارية النهاردة أولا هيكون معانا سيادة المستشار عصام زيدان، هو عضو مجلس اتحاد تنس الطاولة وكمان هو مدير بطولة مصر الدولية البارالمبية. وتاني فقراتنا هينورنا فيها الأستاذ حسام صديق الناقد الرياضي. وأخيرا وليس آخرا فقرة طبية مسجلة مع دكتور باهر السعيد. ندخل بقى مع حضراتكم في تفاصيل النادي الأهلي. تعالوا نبتدي بالنادي الأهلي. طبعا الأهلي بيواصل تدريباته أكيد استعدادا لمباراة المقاولين العرب بكرة إن شاء الله على استاد الأهلي بالسلام، المباراة المؤجلة من الجولة رقم 17 في بطولة الدوري المصري. امبارح خاض لعيبة النادي الأهلي اللي شاركوا في مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية للتخلص طبعا من الإجهاد العضلي اللي كانوا بيشعروا بيه كلهم، وأدى بقية اللاعبين يعني باقي اللاعبين يعني التمرين كاملا. بالنسبه بقى لعمر السوليه ولحسين الشحات فبرضو عايزين نعرف حضراتكم ان هم بيواصلوا حاليا برنامجهم التاهيلي بعد شكوى الثنائي من اصابه في عضله السمانه، ان شاء الله تكون حاجه بسيطه ويرجعوا مره ثانيه وبسرعه جدا ان شاء الله. كل موسم بيبقى مختلف، كل موسم بيبقى بيحمل اصابات مختلفه كمان، خلينا نقول للاسف الشديد تشكيلة. بتدخل كل مره وبتقول يا رب الموسم ده تبقى الاصابات اقل من الموسم اللي قبليه، لكن يعني للاسف الشديد برضو بيكون في اصابات. بس مهم ان احنا زي ما انت بتتكلم ان احنا نطمن حضراتكم على اللعيبه. خلينا نكمل كمان كلامنا، دكتور احمد ابو عبله كان يعني اكد كمان جاهزيه محمد شريف. الناس كتيره كانت بتقول طب هو هيلعب ولا لا، التواجد بتاعه مهم جدا طبعا يعني بعد او في مباراه المقاولون تحديدا بعد لما تعرض كانت كادمة قوية شوية في الحوض لما شارك في مباراة القطن، والحمد لله نقدر نطمن حضراتكم اتحسنت حالته يعني بشكل كبير جدا، ومفروض ان هو كمان جاهز للتدريبات النهاردة وهيكون بإذن الله جاهز كمان للماتش. طيب بالنسبة لكهربا، عشان برضو ناس كتيرة كانت بتتكلم، كهربا هيشارك في او شارك تحديدا في المران الجماعي بعد لما تعافى من الالام برضو كانت في العضلة يعني الضمة، ومفروض ان هو خلاص انتهى من تنفيذ البرنامج التأهيلي كان مصغر بتاعه، ومفروض الاهلي كمان بيتصدر زي ما احنا عارفين والحمد لله يعني بكل الاصابات اللي احنا بنحكي عنها، ده ترتيب الدوري برصيد هنا 41 نقطة من اجمالي عندك 17 يعني مباراة خدها الفريق حتى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها. برضو عندنا مباراة بكرة يا كريم هنتكلم في تفاصيلها مهمة طبعا جدا، ونقدر نقول تاني بعد مباراة القطن الكاميروني دي دفعة كويسة او بداية جديدة كويسة. انا بالنسبة لي دي كانت احسن مباراة من بعد العودة من كأس العالم للأندية، لان احنا قبل كأس العالم للأندية كان حاجة او كان مستوانا حاجة، بعد ما عدنا من كاس العالم الانديه كان مستوى متراجع الى حد ما،
مباراة القطن الكاميروني هي دي اللي كانت فاصلة، رجعتنا تاني لنفس المستوى إلى حد كبير، مش بس في النتيجة، في الأداء، في الروح، في تحس إن اللعيبة عايزة تقدم أفضل شيء، الروح اللي كانت مفتقدينها بشكل كبير جدا. اللاعب اللي أنت بتشوفه على الأرض فعلا بيبذل كل ما عنده، في ماتشات بصراحة كنا بنشوفها لا بنقول طب اتحرك شوية، طب اجري شوية على الكورة، فرص كانت بتضيع بشكل غير مبرر. فلا القطن الكاميروني المباراه اللي قدرنا فعلا نستعيد روح الاهلي مره ثانيه، ولكن اكيد لسه عندنا شوط كبير قوي هنتكلم برده بس في الفقره الحواريه. الحاجه الاكيد ان احنا في كل الاحوال حضرات لازم نفضل محافظين على المستوى اللي احنا وصلنا له، لازم نفضل محافظين على الروح القتاليه العاليه، نفضل محافظين على التفوق وعلى التفرد وعلى فكره البعد في المسافه فيما يتعلق بالنقاط بيننا وبين اقرب المنافسين. طبعا انا هنا بتكلم محليا على مستوى بطوله الدوري المصري الممتاز، لازم نفضل عاملين كده، يعني لازم يبقى الوضع على ما هو عليه، ولازم تبقى فيه دايما مسافه ومساحه كبيره بيننا وبين اقرب المنافسين، وما نتعرضش باي حال من الاحوال لاي كبوه ينتج عنها نزيف في النقاط زي ما حصل في الموسمين اللي فاتوا. مفيش مساحه لكده على الاقل من وجهه نظر جماهير النادي الاهلي وبطبيعه الحال كمان اكيد الفريق الاول والجهاز الفني والاداري. عايزين بقى ننتقل مع حضراتكم لموضوع تاني. امبارح اجتمعت اللجنه العليا المنظمه لبطولتي السوبر الافريقي رجال وسيدات وكمان بطوله افريقيا لكره اليد للانديه ابطال الكؤوس رجال وسيدات، واللي من المقرر ان شاء الله ان تقام في ضيافه النادي الاهلي برئاسه الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي رئيس اللجنه، في حضور الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وطبعا رؤساء اللجان الفرعيه، للبدء في وضع الترتيبات الخاصه باستضافه البطولتين وخروجهم بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي وبمكانه النادي الاهلي. خلال الاجتماع ناقشت اللجنه العديد من الملفات، طبعا بعد ما حدد الاتحاد الافريقي موعد وصول الفرق المشاركه في بطوله السوبر الى القاهره ان شاء الله يوم 5 مايو على أن تقام البطولة يومي 6 و7 مايو وتكون مغادرة الفرق يوم 8 مايو، وحدد كمان الاتحاد الإفريقي موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة كأس الكؤوس بداية من 7 مايو على أن يكون افتتاح هذه البطولة يوم 9 إن شاء الله، والمباراة النهائية هتكون يوم 18 مايو وتكون مغادرة الفرق المشاركة يوم 19 مايو، وإن شاء الله بنتمنى التوفيق لكل القائمين على تنظيم البطولتين دول بإذن الله. طيب تعال بقى نروح لخبر مهم جدا، لان احنا كنا منتظرين الاسم، يعني كان في كذا اسم مطروح وكنا منتظرين مين اللي هو او بالتحديد اللي هيكون بيحل محل كلايتنبرغ. تمام، ملف مهم جدا طبعا لان احنا بنتكلم ده ملف خاص باصلاح منظومه كره القدم في مصر. الاتحاد المصري لكره القدم اعلن رسميا التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسه لجنه الحكام ومسؤولا هيكون للتطوير. طيب ده لغايه امتى؟ ده لغايه موسم 2023/2024. مين هو بيريرا بقى؟ خليني اقول لحضراتكم، هو احد ابرز الحكام مفروض على الساحه الاوروبيه. طيب نرجع بالسي في بتاعه شويه لورا، هو تقلد عندنا الشاره الدوليه يعني لعشر سنوات، بتتكلم من 92 ل 2002، كان بين حكام بطولات كاس العالم لنسختي 98 اللي كانت طبعا في فرنسا و2002 اللي كانت في اليابان. عندك برضو كاس الامم الاوروبيه سنه 2000 في هولندا وبلجيكا، وادار بلغه الارقام 104 مباريات او مباراه على المستوى الدولي، بينهم 24 مباراه في دوري ابطال اوروبا والعديد من المواجهات كمان الكبرى في المسابقات. هنا بنتكلم الاوروبيه المختلفه، يمكن ابرزها كمان كان السوبر الاوروبي اللي كان 2001 وغيره وغيره من الحاجات او من زي ما بيتقال كده البطولات والماتشات والمنصات اللي فعلا محترمه بشكل كبير جدا. فالنقطه بس هنا اللي انا عايزه برضو اتناقش معاك فيها خد رايك، سي في محترم جدا، هل ده السي في الوحيد اللي كان محترم؟ هقول لك لا. هل كلايتنبرغ كان السي في بتاعه اقل احتراما او امكانيات؟ برضو لا. كلايتنبرغ كان السي في بتاعه قوي جدا برضو بالمناسبه. قصتنا مش مين بيجي على قد ما قصتنا لما الشخص ده بيجي من اي دوله كانت حتى لو مصري بالمناسبه هيقدم ايه وازاي احنا هنقدم له ونساعده ان هو يكمل شغله بشكل مظبوط. دي النقطه اللي احنا عايزين نتناقش فيها. كلايتنبرغ حتى وان كان الاتفاق معاه وبعد كده احنا رجعنا اعترضنا على ده، بس كان الاتفاق معاه كريم من الاول ان هو مش هيكون متواجد في مصر بشكل دائم وعلى منصه زوم هيكون بيدير الموضوع الى حد كبير، والراجل كان متفق على ده. جه بعد كده احنا انتقدنا وكان في بعض الكلام ومش عايز ارجع للقصه كلنا عارفينها. الراجل ده لما يجي دلوقتي بيريرا، هل احنا هنقدم نفس اللي قدمناه مع كلاتنبرغ ولا الوضع هيختلف؟ هو ده بقى التساؤل. انت بتضحك عشان فاهمني. بضحك عشان عارف اللي فيها وربنا يستر على الراجل ده وعلى سبيه والمكلبز اللي هو جاي لنا بيه. بص المشكله في ايه؟ المشكله كالعاده لما يكون المنطق غايب بالذات الاجانب بيقفوا مذهولين لان بيشوفوا عندنا حاجات غير مسبوقه بالنسبه لهم. كواليتي المشاكل، خلي بالك، ما اي
يعني اي اتحاد كره قدم في اي دوله في العالم بطبيعه الحال اكيد عنده مشاكل وعنده عقبات وعنده حاجات تستدعي التغيير، لكن المشكله مش في المشاكل، المشكله في كواليتي المشاكل اللي عندنا هنا. هون بجد كواليتي مشاكلنا ما تلاقيهاش غير عندنا احنا بس. انا بتفق معاك يا كريم، اتمنى ان الحال ده يتغير عشان حال منظومة كرة القدم بشكل عام يتغير. بص احنا مش هنتكلم تحديدا على اتحاد الكرة، ومش انا مش هتكلم عن حد تحديد، خليني اقولها بهذا الشكل بس. هاخد من كلامك لان انت قلت نقطة مهمة، في مشكلة عندنا ان انت لما بتلاقي شخص بيشوف شغله يعني بشكل كامل بتبتدي ان انت تتضايق، او بتبتدي ان انت تحاول تلاقي اي مشاكل عشان تعرقل المسيرة. انا ما بفهمش ده ليه، يعني هل دلوقتي مشكلة عندنا ان الشخص اللي بيشوف شغله بما يرضي الله مثلا؟ يعني بتكلم بجد والله، تلاقي واحد جايب أجندة عايز يشتغل، عايز يطور، عايز يعمل، تلاقي دايما ناس داخلة تبوظ المنظومة، تبوظ الدنيا. ملوش غير معنى واحد هنا هون، يعني لو الوضع فعلا انا هقول فساد، لو انت هتقولي ايه طبعًا. هو فساد. ما انا بقول لك لان انصلاح الحال مش في مصلحه الناس دي، بقاء الوضع على ما هو قد عليه يكون. في صميم مصلحتهم. انا اتفق معاك، قد يكون جدا او قد يكون في سبب تاني، بس ده المنطق يقول كده. على كل حال احنا مش هنقعد ننتقد، احنا هنتكلم ان ما حدث اكيد كان غير لائق تماما مع مايكل كلاتنبرغ. هو مارك ولا مايكل؟ انا اتلخبط. نيجي بعد كده لبيريرا، حاليا هذا الرجل البرتغالي صاحب السي في المخضرم، نتمنى ان احنا نذلذل العقبات لهذا الشخص عشان يقدر ان هو يعمل شغله على اكمل وجه، لان لما هو هيكمل شغله بشكل يعني سليم وبشكل كبير احنا هنستفيد كتطوير او كمنظومه هنا في الكره المصريه. انا اتمنى ذلك، والايام هتورينا ايه اللي هيحصل، يعني هنروح فين. هي الايام يا هتورينا يا هتوريه، لسه مش عارفين هو وظروفه هو وقرفته، فربنا يصلح الحال ان شاء الله. والجو طيب. حر ولا متهيألي؟ جدا قوي خالص. مش كده؟ بس ما تقوليش كده عشان الزملاء لو سمعوا الجملتين دول هينزلوا بالاربع تكييفات مره واحده. طب ممكن اقول حاجه؟ ممكن اقول حاجه؟ ايوه. لا بس عايز اقول حاجه والله، احنا في الشتاء التكييفات شغاله يعني بكامل قوتها، في الصيف ما بتشتغلش اصلا، نشغل التكييف يا جماعه. او يعني بعباره ادق، ما تيسر من التكييف عشان الموضوع بيبقى ثلاجه. طيب نروح بقى مع حضراتكم الموضوع تاني. امبارح نجح مروان القماش طبعا لاعب منتخب مصر للسباحه في انه يتاهل للمشاركه في اولمبياد باريس 2024 كاول السباحين المصريين اللي هيشاركوا ان شاء الله في هذه البطوله. حقق الميداليه الفضيه ضمن الملتقى الدولي للسباحه في منافسات 800 متر حره رجال بطبعا توقيت مميز جدا، بكده بيتاهل لاولمبياد باريس برفقه التونسي ايوب الحفناوي صاحب الذهبيه في هذا السباق، وهو ايضا المتوج بذهبيه 400 متر حره في اولمبياد طوكيو. كمان اصبح القماش هو ثاني الرياضيين المصريين المتاهلين لاولمبياد باريس بعد طبعا عزمي بحلبه بطل العالم في الرمايه والمصنف الاول عالميا. أنا ببقى سعيدة جدا بالأخبار اللي زي كده، ولما تيجي تتكلم عن أبطال عندك يا كريم بيستعدوا من دلوقتي علشان الأولمبياد. أهم حاجة هي الأولمبياد في أي يعني مسيرة لأي رياضي، مهما كانت الرياضة اللي هو بيمارسها لازم دايما بيكون عينه على الأولمبياد. احنا عندنا أولمبياد باريس 2024، يمكن في أولمبياد طوكيو اللي فاتت احنا كنا منتظرين عدد ميداليات أكبر بكتير، احنا كنا نستحق بالمناسبة، كان عندنا طفرة كبيرة جدا في رياضات مختلفة وكنا نقدر ان احنا نقدم ده. بس على كل حال احنا مش هنروح نقول ان احنا اكتفينا والحمد لله على قد كده، لا احنا طموحنا اكبر من كده بكتير، خصوصا ان انت عندك بوتنشال في الرياضيين عندك ومحققين يعني بجد رانكينجز محترمه في محافل دوليه مختلفه. بالنسبه للسباحه احنا مطمنين الى حد ما، عندك برضو بعض الرياضات اللي شويه عندنا اطمئنان عنها، لكن نتمنى يبقى في جاهزيه كبيره جدا لباريس 2024 عشان ما يجيش بعد كده يتقال اصل احنا كان عندنا مشاكل معينه وما اتحلتش، اصل الاتحاد بتاعنا ما كانش بيعمل لنا بيزلزل العقبات اللي مش عارف ايه، اصل احنا كان عندنا نقص في الموارد. الكلام ده كله اللي احنا سمعناه من ابطالنا، ده مش كلامنا بالمناسبه لحضراتكم، ده سمعناه من ابطالنا بعد اولمبياد طوكيو. البعض كان بيتكلم ان في مشاكل كان بتواجههم قبل الأولمبياد. نتمنى مع 2024 في باريس ما يبقاش في أي بطل مصري بيعاني من أي مشكلة، يروح وكل حاجة متوفرة له والباقي عليه بقى بصراحة. يعني أنا لما أقدم لك كل حاجة بعد كده الأخير أو الخطوة الأخيرة دي عليك أنت اللي هتتحمل نتيجتها، ده فرشور. فنتمنى إن شاء الله أن احنا نحقق أفضل بكتير كرانكينجز وجاميداليات من طوكيو 20 كان 22. طيب طيب احنا كلامنا مع حضراتكم لم ينتهي بعد، ولا اخبارنا ولا ملفات الكتير اللي هنفتحها مع حضراتكم، بس خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل الكلام. اتفضلوا.
خلينا نروح بسرعة بقى جدا للماتش بالأمس، والماتش التاريخي زي ما الناس كلها ويمكن كل المواقع كمان والصحف يعني حطت كده هذا المانشيت. الماتش التاريخي، اكتساح ليفربول لمانشستر يونايتد، وبالمناسبة الغير متوقع، مش بس فكرة بسباعية نظيفة، هي كمان كان أصلا الفوز غير متوقع إلى حد كبير. طبعا بتتكلم هنا من الدوري الإنجليزي جولة 26. ليفربول امبارح مش بس فكرة يا كريم إن هو يعني حقق نجاح، لا هو كان متألق طبعا، عودة مرة تانية للتألق الخاص بليفربول. ده ليفربول اللي احنا نعرفه، ده محمد صلاح اللي انت تعرفه. الشوط الثاني حكاية، الشوط الثاني تحديدا ولا أروع. ما تفهمش فيه ايه كان كمان على الصعيد الثاني مانشستر يونايتد. مش عارفة يعني، ناس كتير قالت لك هو تان هيج ماله، الأخطاء اللي كانت موجودة، المساحات الواسعة اللي كانت متسابة، كل ده أدى لخسارة مانشستر يونايتد. طب من امتى كان اللعب بهذه الرداءه؟ خليني اقولها بهذا الشكل برضو. لا امبارح تقريبا مانشستر يونايتد ما جاش، ليفربول قدم ماتش ولا اروع، الصحف كلها كانت بتتحدث عن هذه المباراه. انا عايزه اروح انا وانت كريم سريعا برضو لبعض المانشيتات لان انا عجبتني جدا. يعني خلينا نبدا مثلا ب سي ان ان، بص العنوان ها. ليفربول يهين مانشستر يونايتد. الشبكة أشارت أن الريدز أهان مانشستر يونايتد بفوز قياسي على غريمه، ولكن قد لا يزال هناك ضوء في نهاية النفق، حيث قدم رجال يورغن كلوب أداء رائع لتمزيق مانشستر يونايتد. يعني قوية أنا وتمزيق أنا قريت كم منشات دي من المانشات بصراحة اللي عجبتني. المانشات نفسه يعني تقيل قوي، بس فعلا في حاجة ما كانتش مظبوطة امبارح. يعني بغض النظر أنت بتشجع مانشستر يونايتد ولا لا، بس ده غير مسبوق، نتيجة غير مسبوقة تماما، وعلى فكرة هتذكر دائما وهتبقى للتاريخ. يعني هتلاقي جماهير هنا بيعايروا جماهير هنا. الموضوع مش هيعدي كده مباراة ولا موسم ولا بطولة وخلاص، لا طبعا. تعال نروح بقى نكمل مثلا لميرر. ميرر برضو تحدثت قالت لك ليفربول بيقضي على مانشستر يونايتد. انا هقرا المانشيتات بس حتى عشان كفاية، لانه معانا مانشيتات كتير. عندنا ديلي ميل مثلا، تأجيل الحديث عن حقبة جديدة يعني في أولد ترافورد. وعندك مانشستر كمان يعني عار على مان يونايتد. لا حاجة صعبة جدا بصراحة يعني. ده مش لوحدهم، انت عندك موقع زي سبورت بايبل، ده موقع ساخر بالمناسبة، كان طبعا بيعلق على مروجة صلاح لمدافع مانشستر يونايتد، فقال صلاح ارسل مارتينيز للتسوق. مارتينيز كان بيرقص فعلا امبارح. ضحك هستيري. وطبعا صحيفه اكسبريس قالت ما قام به البالغ من عمر 30 عاما انهى مسيره المدافع الارجنتيني. وطبعا عنونت النسخه الامريكيه من صحيفه ذا سان البريطانيه، دمروا صلاح اعاد المدافع الى اياكس، مارتينيز لا يزال يشعر بالدوار. وكمان منح موقع ليفربول إيكو المختص بأخبار الريدز تقييم 10/10 لمحمد صلاح، وعلق وقال مثابرة صلاح تكافأ بهدفين وصنع هدفين، والآن هو الهداف التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز. يا له من لاعب. والحقيقة العالم كله وخصوصا بعد ماتش امبارح قال نفس العبارة بصيغة أو بأخرى بشكل أو بآخر، فعلا يا له من لاعب. بص احنا معانا لسه كلام كتير جدا، بس في انفوجراف تحديدا لأرقام صلاح برضو خلينا نعرضها لحضراتكم علشان برضو نبقى عندنا كده لغة الأرقام، نبقى عارفين احنا واصلين أو محمد صلاح واصل لفين. هرجع أقول تاني، كلنا سعداء، مبروك للعودة مرة تانية لمحمد صلاح. كل الناس اللي كانت بتشكك فيه الفترة اللي فاتت، أعتقد محمد صلاح رد عليهم على الأرض، ويمكن أولهم يورجن كلوب لو أنتوا برضو هتتفقوا معايا، لأن أنا ما كنتش شايف أن يورجن كلوب في الفترة الأخيرة داعم بشكل كبير لصلاح. يمكن التصريح بتاعه بقى هو اللي عجبني بعد المباراة بالأمس لما اتكلم كده أنه جنون مطلق، 129 هدف، مجنون تماما، لا أعرف عدد الأهداف التي شارك في وضعها، نحن نقدره حقا أنه مميز. خلينا ناخد على التليفون أيمن جلبرتو الناقد الرياضي وزميلنا العزيز طبعا. يا أيمن بونجور عليك في البداية. صباح الخير عليك. صباح الخير على كريم. صباح الفل عليك يا أيمن، سعداء كالعادة بوجودك معانا. وطبعا عندنا كلام كتير نتكلم معاك فيه خصوص محمد صلاح وبعد ماتش امبارح بشكل خاص. طبعا شفت التألق الاستثنائي اللي كان عليه محمد صلاح وليفربول ككل. طبعا الحقيقة فكرك بقى الوضع الفترة الجاية بالنسبة لمحمد صلاح هيكون عامل ازاي، لان برضو لسه في كلام بيدور حوالين استمرارية محمد صلاح مع ليفربول من عدمه وإمكانية ذهابه إلى الدوري الأسباني تحديدا، ودي برضو من أسماء الدوريات اللي ابتدت تتردد في الفترة الأخيرة، فشايف إيه وتوقعاتك إيه؟ تفضل. لا يمكن بعد خلاص هو يعني المفروض بعد التجديد اللي صلاح عمله لعقده الفترة اللي كانت الأخيرة، هو يعني واحد من تقريبا أكثر لعيب بيقبض، بيتكلم عن راتب يعني
السنوي بتاعه في ليفربول ومن اكثر اللعيبه في انجلترا، فاعتقد هيبقى صعب قوي ان هو يروح مكان تاني حتى لو اسبانيا، خصوصا كمان ليفربول دلوقتي في ساديو ماني مشي وخلاص فيرمينيو كمان ماشي، يعني صلاح نفسه يعتبر واحد من كباتن ليفربول في الحالي، واحد هو ابرز نجم فيه، فما اعتقدش ان ليفربول هيبقى من السهل قوي يفرط فيه، الا لو يعني الفكره بتاعت او الكلام اللي داير على ان ليفربول كده كده ممكن الفتره اللي جايه الملاك بتاعه يبيعوه، فممكن يبقى في تفكير ان صلاح كمان مثلا يتباع عشان امور معينه، لكن يعني صعب قوي لان كمان الانديه اللي تقدر تدفع راتب صلاح في الوقت الحالي مش انديه كتيره، خلي بالك اكيد اسبانيا تحديدا الفتره الاخيره حتى لو ريال مدريد او برشلونه عندهم مشكله، وتحديدا برشلونه فكره الموضوع الرواتب الكتير والكلام ده، فالموضوع مش سهل خالص على ان نادي حاليا يقدر ان هو يعني يدفع الراتب بتاع محمد صلاح. والامانه وجود محمد صلاح في ليفربول خلاص، يعني انا اعتقد افضل حاجه لمحمد صلاح ان هو يكمل مسيرته في ليفربول، يعني هو خلاص اعتقد ان صلاح واحد من اللعيبه اللي ممكن قريب يتعمل لهم تمثال، يعني ده ما كانش اتعمل بالفعل كتير. بالظبط، لانه انت بتتكلم في هداف التاريخي للدوري الانجليزي مع ليفربول، متخطي اساطير زي روبي باولر، ستيفن جيرارد، زي مايكل اوتني، يعني دي لعيبه كلها بنتكلم اسامي تاريخيه في ليفربول. صحيح هو كمان في طريقه ان هو يعني قرب، يعني اعتقد صلاح ممكن السنتين الثلاثه اللي جايين دول تلاقيه في التوب 3 بتاع الهداف التاريخي لليفربول بشكل عام. لا يعني ارقام كلها اسطوريه، بنتكلم في حاله خاصه اللاعب المصري في الدوري الانجليزي، فيعني انا لو مكانه اعتقد افضل ان انا استمر مع ليفربول، لان يعني كل حاجه موجوده، التاريخي موجود، الجماهيريه والشعبيه موجوده، بلعب في نادي من اعرق الانديه في اوروبا وفي انجلترا، بالاضافه لكل ده حتى الراتب مثلا الراتب كويس، فمفيش حاجه تخليني امشي من ليفربول الا لو يعني مشكله كبيره بقى. بص يا ايمن، هو ليه تم يعني تصدير بعض الكلام اللي زي كده او الاشاعات اللي زي كده؟ لان احنا كنا عارفين ان او متابعين ليفربول ما كانش في افضل مستوى ليه الفتره اللي فاتت، شفنا الهجوم من الصحف الانجليزيه تحديدا ومن بعض الجماهير في ليفربول لمحمد صلاح، حتى يورجن كلوب ما كانش الافضل مع محمد صلاح، ولحد ما كان عاجبه الموجه الموجهه او غضب الجماهير ان هو انصب في محمد صلاح، وتماما هو تنصل من مسؤوليه تراجع مستوى ليفربول، فدي نقطه ما كانتش عجباني شويه وكان عليه علامه استفهام الفتره اللي فاتت. لكن الفترات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي وتحديدا مباراه امس، في عوده مره ثانيه، في تالق مره ثانيه، وفي تغيير في اسلوب الكلام، حتى التصريح اللي انا كنت لسه بقراه دلوقتي ليورجن كلوب الى حد ما اختلفت اللغه، الجماهير كمان، الصحف، فكل ده بيؤدي ليه طبعا فكره هنا النظر بشكل سليم الى حد ما، ان احنا كنا زعلانين على محمد صلاح الفتره اللي فاتت، كنا حاسين ان هو بيتحمل مسؤوليه مش بتاعته، تراجع اداء ليفربول مش مفروض شخص هو الوحيد اللي يتحمله، فدي نقطه برضو عايزه اتكلم معاك فيها. لا طبعا انت عندك حق، فكره ان بس هي دي الجماهير بتاعت الكوره في اي مكان في العالم برضو، عشان ساعات يعني الناس بتلاقيها بتتكلم، طب زي هنا في مصر كده الجمهور الاهلي مثلا ساعات بيزعل رغم البطولات لو في ماتش او اتنين فيهم مشاكل، فدي طبيعه جماهير الكوره في كل انديه العالم، خصوصا الانديه الكبيره زي ليفربول للامانه في الفتره الاخيره كان عنده تذبذب في النتائج بشكل كبير جدا زي ما شايفينه في الدوري الانجليزي، وكمان ماتش ريال مدريد كان ماتش كارثي، فال يعني بنتكلم يعني بص يورجن كلوب بالنسبه لليفربول في الفتره الاخيره او في العصر اللي احنا في ده عمل معاهم طفره كبيره، واحد رجع لهم الدوري الانجليزي لاول مره من 30 سنه، غير كسب تشامبيونز ليج، كسب معاهم يعني اغلب البطولات، محقق ارقام قياسيه، برضو المنافسه مع نادي زي مانشستر سيتي بكل ما يملكه ده منافسه صعبه جدا، يعني متخيله انت لما تبقي في فصله جايبه 99% فيقول لك لا في واحد اشطر منك عشان هو جايب 100%، يعني الموضوع برضو ايه مش سهل، فده ولكن التذبذب في المستوى بيبقى طبيعي ان الجمهور لازم يبقى غضبان، لان يعني صعب برضه الجمهور يتحمل كل ده. ايوه ما هو ايمن الجمهور كان غضبان، ونتيجه الغضب ده كان متصدر ايه؟ متصدر ان ناس تطالب برحيل يورجن كلوب، ناس بتطالب برحيل محمد صلاح، ابتدت الاشاعات تطلع ان محمد صلاح هيروح هيجي له عرض تاني زي ما كريم قال في الدوري الاسباني، ناس قالت لك لا ده ماضي 2025 فما يقدروش ان هم يمشوه دلوقتي، كل ده قيل في الفتره اللي فاتت.
ما ده طبيعي مع الخسائر، يعني هتلاقي دايما مع الخسائر في اي نادي كبير في العالم لازم دايما الكلام بيروح عند ابرز النجوم بتاعته والمدرب بتاعه، فده طبيعي. لكن مباراه مانشستر زي ما يعني بنقول كده، صلاح خلاص، صلاح خد التوكيل بتاع مانشستر يونايتد. وللامانه بدايات صلاح مع ليفربول لو نفتكر الناس كلها كانت بتتكلم ان مانشستر يونايتد ده مجرد عقده لصلاح، لان كان اول ماتش كان صلاح ما بيجيبش اهداف. لكن دلوقتي بنتكلم، دلوقتي الوضع اتعكس بقى، محمد صلاح هو اللي عقده كبيره بالنسبه له. بالظبط، اكتر لعيب سجل اهداف في مانشستر يونايتد ب 12 جول في جميع البطولات، اللعيب الوحيد اللي مسجل 6 ماتشات متتاليه برضه في جميع البطولات. صحيح، شباك مانشستر يونايتد. صحيح، بقى هو العقده طبعا. يعني ربنا حاجه تفرحنا كلنا كمصريين طبعا. فكره التالق اللي فيه محمد صلاح، وعلى فكره برضو جدير بالذكر والشيء بالشيء يذكر، برضو فكره وجود محمد النني وارسنال وتصدره للبريمير ليج، فده بيقرب النني كمان ان هو يكون تاني مصري او تاني لاعب مصري يحصل مع فريقه الانجليزي على لقب البريمير ليج، فكل دي حاجات تفرحنا اكيد وتشرفنا. طبعا. لا، والنني كمان حاله فريده برضو في حاجه معينه، نتكلم الفترة الأخيرة النني في بعض الإصابات بيغيب كتير. أيوة. لكن في أرسنال متمسكين بيه كأحد كباتن أرسنال، زي ما شفنا كده بيجدد عقده رغم إن عنده إصابة، يعني هو رجع من إصابة وبعد كده اتصاب تاني دلوقتي. أيوة صحيح. فلسه قدامه شوية عشان يرجع، يعني وارد إن الموسم بتاعه يكون انتهى تقريبا، لأن على ما أتذكر وقت ما أصيب أرسنال ما أعلنش مدة الغياب، قال هو هيغيب لفترة وهنشوف حسب التأهيل بتاعه إيه الدنيا. لكن متمسكين بيه بيجددوا له عشان هو كابتن من كباتن الفريق، اكيد لما هيرفعوا البريمير ليج هنلاقيه موجود في الصفوف الاولى كده، ان هو الراجل بيرفع الكاس ان شاء الله. يعني لو ارسنال كسبوا، لا نني حاله فريده برضه في ارسنال، واخد معاهم كورسات، يعني بياخد كورسات تدريب وابنه هناك، حتى بنشوف فيديوهات لابنه الصغير وهو بيلعب في ماتشات الناشئين او في التدريبات الناشئين. فلا، النني حاله جميله الصراحه، الجيل يعني صلاح والنني هم نماذج. صحيح طبعا. بالنسبه للاعب، طيب ايمن، انا الكوره لازم يشوف الناس دي. يعني ايمن، عايز اروح معاك انا وكريم بقى سريعا لاخر نقطه، لان في طبعا علامات استفهام كتيره جدا، وبعض المحللين الرياضيين في المنابر الاعلاميه المختلفه، انا تابعت يعني اكيد انا وكريم واكيد انت تابعت، محدش اتفق على نقاط، يعني كان في نقاط كتيره جدا واسباب كتيره جدا، بس من وجهه نظرك يا ايمن وتحليلك امبارح، ايه اسباب فشل مانشستر يونايتد بهذا الشكل، مع ان هم كانوا ماشيين بوتيره كويسه، متصدرين برضو في التوب 3، يعني ايه اللي حصل لمان يونايتد امبارح؟ لا يعني بص، في ماتشات كده دايما ايه الواحد بيقول ربنا ما يكتبها يعني على نادي يكون بتشجعه. اللي هو اللي الدي يبقى فجاه كده في داي اوف، وفجاه في حاله غريبه بتحصل. يعني الماتش امبارح ما حدش ممكن يتخيل ان ماتش زي ده ممكن يخلص 7 حتى، يعني طبعا 3 4، لو الدنيا فتحت 3 4 8. بالظبط بالظبط، عملها كتير الفتره الاخيره مع يونايتد، لكن 7-0 ده اللي هو فجاه الفريق كله بيقع. وحتى اعتقد ان تنهاج نفسه لما اتسال او يعني اتكلم بعد الماتش ما كانش عنده مبرر، قال لك انا ما اقدرش اقول في مبرر او ما اقدرش ادي اللعيبه مبرر لاي حاجه غير ان في حاجه حصلت غلط، لان ده مش مانشستر يونايتد. بالظبط، نشوف في ايه، لكن فعلا ما تقدريش تحللي ايه اللي ممكن يكون حصل، لان 7-0 دي خلاص بتكلمي فرقه كل فرصه بتجيلها بتجيبها جول، والفرقه الثانيه مش شايفه. طبعا هي السبعه والسته والخمسه، يعني لو هنتكلم في انديه العالم مش كل الانديه بتحقق الهاي سكور ده، لو هنتكلم عننا هنا في مصر الاهلي حققها قبل كده مع كذا حد وكذا منافس، بايرن ميونخ حققها برده لو انا مش غلطان، وبنتكلم دلوقتي في ليفربول، فالهاي سكور ده اللي بخمسه وسته وسبعه يعني انديه معينه هي اللي بتقدر ان هي يعني تحققها. قبل كده كسب ريال مدريد وبرشلونه، صحيح، من كام سنه. يعني قصدي ان النتائج دي موجوده، بس لما بتكون في الماتشات الكبيره، يعني لما بنتكلم في ماتش زي ليفربول ومانشستر يونايتد، اعتقد فنيا صعب نقول ان في سبب فني، ده اكيد في، يعني عارفه اللي هو ايه، اللعيبه دي فجاه كده جالها كذا سبب، ممكن نقول كذا سبب ان هم غلطين. المهم ان اللي حصل ده حصل، وده اسعدنا كلنا، وان شاء الله محمد صلاح يتالق كمان وكمان الفتره اللي جايه. بنشكرك يا ايمن جزيل الشكر، نورتنا بمشاركتك معانا. يعني احنا هنزعل؟ احنا مش هنزعل. أنا عندي إجابة على السؤال اللي أنت سألتيه الأستاذ أيمن، أصل مفيش إجابة منطقية على سؤالك بتاع هو إيه اللي حصل لمانشستر يونايتد غير إجابة واحدة، فأخشيناهم فهم لا يبصرون،
مفيش منطق تاني. اصل سبعه واحنا بنتكلم على فريق زي ما انت لسه بتقولي يعني هو في التوب 3، فبنتكلم على فريق مش من الفرق اللي ممكن يعني تتغلب بنتيجه كبيره بالشكل ده. بس نرجع ونقول كويس، من حسن حظ ليفربول ومن حسن حظنا طبعا اكيد كمحبين وعشاق محمد يعني صلاح. بتحصل عندنا في مصر كتير برضه. افتكرت الحاجه التانيه. ايه؟ بنك انت. ايوه والله العظيم. احنا ما بنقولش حاجه. هي دي الحاجه التانيه كنت عايز اقولها بس قلت اخرها. يعني لغه بنك انت. مش كده برضه. فظيع. قال لك في فرق تانيه برضه عندنا حققها. والله دي ارقام يا جماعه مش بايدينا. طيب نروح بقى لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نتعرف احنا وكل حضراتكم على اخر الاخبار والمستجدات من خلال زميلتنا العزيزه سلا حامد موجوده هناك دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الخيرات عليك يا سلا، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده هبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن النهارده ان شاء الله يعني الفريق هيواصل تدريباته يا كريم وانا هواندو بشكل طبيعي الساعه 4 على ملعب مختار التتش، وبعد كده الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله واللي هتكون امام نادي المقاولين العرب في تمام الساعه 5 مساء، والمباراه اللي هتقام على استاد الاهلي والسلام، وده طبعا في اطار منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه لفريق كره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وفريق كره السله رجال تحت قياده مستر جاست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ويمكن بعد يعني توقف دولي طويل يعني كان لمده شهر ونص بسبب يعني مشاركه منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم لكره السله وتاهل يعني منتخبنا بعد مواجهه تونس لكاس العالم لكره السله، يمكن كمان بيشارك يعني كان بيشارك العديد من لاعبي النادي الاهلي زي إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمر طارق، سيف سمير وعمرو زهران. يمكن اللعيبه دي كلها يعني رجعت الاسبوع اللي فات وشاركت كمان في التدريبات الجماعيه بعد ايام يعني بسيطه من مشاركتهم مع منتخبنا الوطني. والنهارده ان شاء الله النادي الاهلي هيكون في مواجهه نادي الزمالك يعني عوده المباريات مره اخرى، ويمكن دي يعني من اخر ثلاث مباريات كمان مباراه نادي الجزيره ونادي الاتحاد السكندري دول هيكونوا ثلاث اخر مباريات في مرحله الدور الثاني او مباريات الاياب من بطوله دوري السوبر لكره السله. في البدايه النهارده ان شاء الله هتكون مع نادي الزمالك، والمباراه تقام في تمام الساعه 8 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. ويمكن خليني اقول لك هواندو اقول لك يا كريم انه يعني الاصابات يعني تضرب يعني صفوف فريق النادي الاهلي، يمكن في العديد من الاصابات موجوده في صفوف فريق النادي الاهلي، وكمان من الاصابات يعني عناصر اساسيه ومهمه في الفريق زي نجم النادي الاهلي ايهاب امين، عمر طارق، محمد ابو النصر، احمد مهيب، وكمان عبد الله الناصر بيدو اللاعب الشاب طبعا في صفوف فريق النادي الاهلي. كل دول هيغيبوا عن مباراه اليوم. كمان النهارده مستر جاستي بوش يعني هيستعين بالعديد من اللعيبه الشباب يعني من فريق ال 20 سنه زي محمد طارق خيري وكمان كريم حاتم وعلي وحيد، كل دول يعني هيكونوا متواجدين النهارده ان شاء الله عشان يعوضوا يعني غياب كل اللعيبه دي. كمان النهارده ان شاء الله يعني عمرو الجندي وعمرو الزهران هيكونوا متواجدين مع الفريق بشكل طبيعي ويقدروا ان شاء الله ان هم كمان يعوضوا غياب محمد ابو النصر طبعا اللي يعني كل اللعيبه دي بيلعبوا في نفس المركز وهو مركز ثلاثه. فده بالنسبه لفريق كره السله. كمان سيدات كره السله النهارده ان شاء الله عندهم تمرين من الساعه 6 للساعه 8 عشان بكره هيكون عندهم يعني برده عوده المباريات مره اخرى في بطوله الدوري بعد يعني توقف دولي مشاركه منتخبنا في تصفيات افريقيا الافرو باسكت لمنتخب يعني طبعا السيدات لكره السله. فالنهارده ان شاء الله تمرينهم هيكون من الساعه 6 للساعه 8، وبكره عندهم مباراه يعني اول مباراه في الدور الثاني ودور الاياب من بطوله دوري السوبر لكره السله، وبكره ان شاء الله يعني هتكون مع نادي الطيران الساعه 6 وهتقام على صاله المقاولين، ودي الصاله الخاصه بفريق نادي الطيران. كمان بالنسبه لفريق كره اليد رجال، يمكن امبارح يعني خليني اقول لك انا هواندو اقول لك يا كريم انه الاتحاد الافريقي لكره اليد حدد امبارح بشكل رسمي ان يوم 6 ويوم 7 ان شاء الله يعني من الشهر القادم هيكون يعني موعد لبدء البطوله سوبر الافريقي لكره اليد واللي هيشارك فيها النادي الاهلي ان شاء الله كحامل اللقب الموسم اللي فات، وكمان هيكون مع نادي الزمالك ونادي الترجي، ولسه فاضل نادي كمان ولسه يعني لم يتم تحديد مين هو النادي اللي هيشارك فيه
البطوله من قبل الاتحاد الافريقي لكره اليد، فلسه ده هيتحدد ان شاء الله الفتره القادمه، والبطوله دي هتبتدي يوم 6 او يوم 7 من الشهر القادم، وان شاء الله اللي هيفوز بالبطوله دي هيتاهل لبطوله كاس العالم لكره اليد او المعترف بها السوبر جلوب، والبطوله دي وكمان بطوله كاس الكؤوس الافريقيه واللي هتقام ما بين يوم 9 ليوم 18 ايضا في نفس الشهر. كل المباريات دي وكل البطولات دي هتقام على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، لانه النادي الاهلي يعني استضاف البطولتين دول، وهيكون كمان في حضور جماهيري لجميع الانديه وايضا للنادي الاهلي. كمان سيدات كرة اليد، خليني اقول لكم انه كان في العديد من لاعبات النادي الاهلي كانوا مشاركين مع منتخبنا الوطني زي ليلى حماد، امينه عاطف، امينه هشام، رنا راضي، واسراء الحريري، ومع منتخب 2004 تؤى كمال، نهى نوال خليل، وملك اوكا. يمكن كل اللعيبه دي كانوا مع منتخبنا الوطني الايام الماضيه. يمكن منتخبنا الوطني كان يعني في معسكر مغلق، وكمان يعني واجه نادي او منتخب انجولا مرتين وفاز في المرتين بشكل ودي. كمان منتخب الشباب واجه منتخب الدنمارك وايضا فاز في المباراتين. يمكن كل دي كانت مباريات وتجارب وديه لمنتخبنا الوطني ومنتخب 2004. ان شاء الله لعبات كل لعبات نادي الاهلي النهواند وكريم هيشاركوا النهارده مع الفريق الاول للنادي الاهلي لكره اليد بشكل رسمي وبشكل طبيعي جدا، وبكره ان شاء الله يمكن هتكون اول المباريات برضو بعد توقف دولي طويل. ده هيكون ان شاء الله يعني يوم الاربعاء اللي جاي، هتكون أول مباراة مع نادي المعادي الساعة 6 على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ويوم الجمعة إن شاء الله هتكون مباراتنا مع نادي الزمالك الساعة 4، وعندنا أيضا على نفس الصالة صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان سيدات الكرة الطايرة النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 6، وعندهم يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله مباراتهم مع نادي هليوبلس في بطولة الدوري. دي كانت كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرق الرياضية. طبعا أنا معاك هنا هواندو، أكيد معاك يا كريم لو في أي سؤال، والآن لعودة مرة أخرى للاستوديو، الكلمة ليك طبعا يا كريم، تفضل. بشكرك على هذه التغطيه المتميزه كالعاده زميلتنا العزيزه ساره حامد، كل اخبارها جميله ما عدا الخبر المتعلق بنسبه الاصابات اللي ضربت فريق كره السله كتير قوي الحقيقه. ربنا يصلح الحال. بيبقى مش افضل شيء طبعا على مستوى الرياضات المختلفه، بس عجبني الفيو، واضح ان الجو حلو جدا دلوقتي في النادي برده، وشايفه توافد كبير برده من الاعضاء. احنا عاده مش كل مره بيكون في ازدحام في الساعات الاولى طبعا من اول اليوم، يعني بيبقى في ناس كتيره ما بتحبش تروح لو الجو مش مظبوط، بس واضح ان الجو الايام دي افضل بكتير يعني. لا ان شاء الله ما يجيش الربيع يعني، بس هيجي هنعمل ايه. والله العظيم انا يعني بعدين بقى. ايه الجمله دي؟ والله العظيم انا بعدين بقى. جامده جدا. بكره الصيف بكل حاجه فيه. ومين سمعك والله يا نهوان؟ بتحبه ازاي؟ يعني سمع. يعني ايه تحب الصيف؟ والله عايزين دراسه. خلونا نكمل الماتشات بتاعتنا ونروح لبرشلونه. يعني امبارح برضو برشلونه بصراحه قدم ماتش رائع جدا، وبعد غياب يعني بعد غياب من بطولات، وتكلم كمان بطوله الدوري الاسباني تحديدا، امبارح كان في نجاح رائع جدا، فوز 1-0. يعني انا اعتقد ان دي حاجه تحسب لبرشلونه، لان كان في تراجع الفتره اللي فاتت. لا انت كده رفع رصيده كمان ليه تحديدا 62 نقطه، كان عنده 10 لعيبه بس بيلعبوا يا كريم، كان في طرد لرونالدو، ليفاندوفسكي ما كانش بيلعب اصلا من البدايه. فلا انا شايفه ان اداء متميز بصراحه لبرشلونه، وانا من الناس بحب اكيد برشلونه، فاتمنى ان هم يتالقوا كالعاده في الفترات اللي جايه كمان. بس حلوه الدوريات المختلفه، انا شايفه فيها برضو امور كتيره غير متوقعه. يعني انت تشوف مثلا تراجع ليفربول في الدوري الانجليزي، تقول خلاص ليفربول كده راحت، هتلاقي ماتش كده زي امبارح جه قلب الارقام. صحيح. وقلب الترتيب. برده برشلونه ما كانتش يمكن الافضل، بس تلاقي عندك برده دلوقتي اختلاف كبير في الرانكينجز، فيعني متعه، انا بشوف ان ده متعه برده، غير ان انت تيجي تنافس نفسك مثلا زي بي اس جي في الدوري الفرنسي. يعني بتبقى برده مختلفه، اوقات احنا هنا برده في الدوري المصري يعني بتفرق. بس بنتك انت انا قلت ايه؟ طيب كده الفقرة الأولى بما تحمله من أخبار مختلفة سواء كمان محليا أو عالميا انتهت. هنروح فاصل عشان نبدأ بعد الفاصل الأولى يعني فقرتنا الحوارية، خليكم معانا. يا أهلا بكل حضراتكم، عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، بنرحب بكم في أولى فقرتنا الحوارية. واللي حصل يا حضرات في الفترة الأخيرة إن مصر استضافت وبمنتهى النجاح أكثر من بطولة في الفترة الأخيرة، سواء كانت بطولة قارية أو دولية في دنيا تنس الطاولة، بالإضافة طبعا لبطولة يعني لسه كانت حاصلة من كام يوم للبارالمبيين. تعالوا نتعرف على كل تفاصيل هذه البطولات من خلال وجود سيادة المستشار عصام زيدان، هو عضو مجلس اتحاد تنس الطاولة
كمان هو مدير بطولة مصر الدولية البارالمبية. يا صباح الخيرات على حضرتك يا فندم. أهلا بيك. صباح النور. أهلا بيك. أهلا وسهلا. صباح الهنا عليك سيادة المستشار. وقبل أي حاجة أنا شخصيا سعيدة باللي بتقدموه حقيقي لأبطالنا البارالمب يعني البارالمبيكس أو البارالمبيين، وقد إيه بنصنع يعني فرصة للحياة مرة تانية لأبطال والأشخاص ربما الحياة شوية مش مديهم فرص كتيرة، خلينا نقولها بهذا الشكل، لكن معاكم فعلا بيبقوا أبطال. فبجد حاجة محترمة جدا. وخلينا نبدأ بقى بالنقطة اللي كريم كان بيقولها، فكرة استضافة مصر ليه بطولات كتيرة جدا مؤخرا، وانعكاسها ده على فكرة تطوير الرياضة المصرية كمان. لا احنا الحمد لله بإذن الله يعني عندنا بطولات كتيرة عملناها في الفترة اللي فاتت. صحيح. آخرهم زي ما قال بطولة مصر كريم الدولية، بطولة مصر الدولية البارالمبي، ودي اتلعبت في الفترة من 25 ل 27 مايو فبراير آسف. ودي شارك فيها 18 دولة، المفروض كانوا 20 دولة، ولكن تركيا اعتذرت في اللحظات الأخيرة بسبب الزلزال. طبعا. والكويت كمان اعتذرت لظروف معرفش ايه هي. المهم ان 18 دولة، والرقم ده لأول مرة يتحقق في مصر. يعني احنا بنعمل البطولة دي بقالنا فترة، كل سنة بتتعمل. المرة دي أكبر عدد شارك فيها. وأعتقد ان ده يرجع لسبب ان باريس 24 الاتحاد الدولي قرر ان البطولات الدولية من أهمها بطولة مصر الدولية هيبقى في سنة 23 هيبقى ليها نقاط هتأهل اللعيبة للمشاركة في باريس 24. يا ريت يا ريت. فده خلى عدد كبير من الدول إنها تشارك في البطولة دي، ومصر الحمد لله نجحت باقتدار في إنها في تظهر الاستضافة. في الاستضافة. طب وفي النتائج بقى؟ وفي النتائج الحمد لله طلعنا حققنا التاني بعد فرنسا. انت عارف في جدول الميداليات بيوضح فرنسا خدت ميداليات ذهب اكتر من مصر، لكن مصر حصلت على 50 ميدالية في البطولة دي. لو الجدول اللي حضرتك تتكلم عليه نزل على الشاشة. الجدول ايوه مظبوط. فرنسا واخدة 21 ميدالية توتال، ومصر واخدة 50 ميدالية توتال، لكن عشان الذهبية لصالح فرنسا، عشان فرنسا جايبة ذهب أكتر. أوكي. فهي تبقى رقم واحد، مصر رقم اتنين. لو لاحظت حضرتك هتلاقي عدد الدول اللي شاركت الهند، رومانيا، السعودية، اليونان، سريلانكا، دول كتيرة ودول قوية جدا، اليابان، بريطانيا. نتيجة أسبانيا استغربها جدا، غريبة. أسبانيا خدت ميدالية واحدة فضية، مع أن أسبانيا من الدول. وكذلك بريطانيا نفس القصة. عارفه حضرتك ليه؟ لان احيانا احنا عندنا في البارالمبيك في 10 كلاسات فيها رجال وفيها سيدات، فانت بتنافس النهارده في 10 ايفنتات في الرجال و10 في السيدات، يعني 20. غير الكلاس اللي هو كلاس 11 ده اللي هو الاعاقات الذهنيه وليس الحركيه. ده بيبقى لوحده، فكده عندك 22 كلاس او 22 ايفنت فيهم ميداليات. فممكن حاجة تكون اسبانيا شاركت في ايه كلاس في كلاس او كلاسين او ثلاثة. فعشان في حاجة من قديم الازل سيادة المستشار دايما ملفتة للانظار، واحنا هنا في البرنامج اتكلمنا عنها قبل كده يمكن عشرات المرات، كل مرة كان بسبب موضوع ما كنا فاتحينه مع احد الضيوف الكرام اللي بينورونا. دايما في اي دورة اولمبية، انا هنا بتكلم على الاولمبيات العادية والبارالمبية، تمام، دايما ابطالنا المصريين في مشاركاتهم البارالمبية بيرجعوا بثلاث اربع خمس ست اضعاف عدد الميداليات إلا أبطالنا من الأسوياء اللي بيشاركوا في الدورات الأولمبية العادية بيرجعوا بيها. أكيد ورا الموضوع ده سر. ده صحيح. إيه بقى؟ إحنا فعلاً عندنا البارالمبيك يمكن فرصتهم في تحقيق ميدالية أعلى من الأسوياء. ليه؟ إن البارالمبيك عندك قاعدة عريضة وعندك عدد كبير، واللعيبة دي بتلعب بطولات كتير وبقالها فترة، وكذلك كل الوفود المشاركة في أي دورة بارالمبية، ما كل الدول عندها الفئة دي من الرياضيين والأبطال. لو تلاحظ حضرتك مش كل الدول عندها بارالمبيك في تنس الطاولة، يعني هتلاقي العدد أقل بكتير من الأسوياء. يعني مثلا كان في بيسبق بطولة مصر الدولية الأخيرة دي بيسبقها مباشرة بطولة اسمها البطولة العربية. البطولة العربية ديت تابعناها هنا طبعا، الاتحاد العربي هو المسؤول عنها وهو اللي منظمها. والبطولة دي المفروض انها هتبقى في مصر هنا، كانت من 21
ل 23. ولكن في دول كتير اعتذرت، زائد ان الدول العربيه اصلا في البارالمبيك قليلين مش كتير، يعني هتلاقيهم كلهم بيلعبوا في الاسوياء لكن مش كلهم بيلعبوا في البارالمبيك. ما ده برضو عليه علامه استفهام، لحضرتك تسمح لنا برضو تشرح لنا النقطه دي، لان هم عندهم اعداد، يعني من ناحيه ان هم عندهم اعداد لكن مش بيشاركوا في البطولات، انا مش فاهمه دي ليه. انا اقول لحضرتك، هل نقص دعم ولا لا؟ هو التعداد السكاني طبعا معروف، مصر اكبر دوله عربيه فيها تعداد سكاني، فبناء عليه كل ما القاعدة كانت كبيرة كل ما هيبقى عندك عدد اللاعبين بيصب كتير. يعني شوف المعاقين أو اللي هم اللي عندهم إعاقة حركية وبيلعبوا تنس طاولة في دول أخرى العدد قد إيه، وشوف عندك قد إيه. عشان كده مصر ظاهرة في البارالمبيك، زائد إن إحنا أصلا كاتحاد تنس طاولة منشطين أو شغالين على هذا الملف من فترة. والحقيقة الملف حقق قبل كده، يعني عندنا الكابتن سامح عيد كان حقق قبل كده ميدالية برونزية، وكان عندنا حسان وفايزة دول حققوا لسه في بطولة العالم الأخيرة في أسبانيا كانت في شهر 12 اللي فات ده، محققين ميدالية برونزية بطولة العالم. فأنت عندك قاعدة كبيرة لكن مش بالضرورة كل الدول العربية التانية أو الدول الأجنبية بيبقى عندها لازم. سواء يعني لو بصنا لها من زاوية تانية، حتى لو عندهم ندرة في الفئة دي من الرياضيين، لكن أكيد بطبيعة الحال الاتحادات المعنية في الدول وبصفة خاصة دول الخليج أكيد هتلاقي عندهم حتة التمويل حاضرة والتجهيز حاضرة وعندهم إمكانيات تسمح لهم لو عندهم حتى لاعب واحد يروقوه تماما ويجهزوه تماما لأي بطولة بارالمبية يشارك فيها. ده صحيح، ولكن إحنا كتنس طاولة، إحنا تنس طاولة هو ممكن يبقى فيه شوف كام، أنت حضرتك بتتكلم على البارالمبيك البارالمبيك شوف فيه كام لاعب بيلعب تنس طاوله وعنده اعاقه في الدول الثانيه. ايوه هتلاقي ان مصر عدد اكتر، فالعدد الاكتر هي عمليه يعني القاعده كل ما كبرت في الهرميه هتلاقي اللي واصل في الاخر العدد، عشان كده مصر ظاهره في المجال ده. احنا تابعنا الاولمبياد بتاع طوكيو وكان معانا كذا مداخله كمان تحديدا لو هنتكلم عن تنس الطاوله، وشفنا هو اسمه ابراهيم حماديتو صح كده، ابراهيم حمادتو كان معانا على التليفون بالمناسبه وقتها من طوكيو واتكلمنا معاه، وقد ايه ابهر العالم وقد ايه لو انت فاكر يا كريم كان بيلعب ببقه، يعني بطل استثنائي حقيقي. بس ايه اللي ممكن بقى يقدموه برضو ابطالنا في باريس؟ احنا نفسنا ان هم على فكره والله مش عشانهم هم يستحقوا ان هم يوصلوا ويجيبوا رانكينجز على وميداليات ذهبيه، فنتمنى ده يحقق في باريس. هل ده ان شاء الله بنسبه كام كان ممكن يتحقق؟ ابراهيم حمادتو ده الايقونه بتاعه تنس الطاوله عندنا في مصر والعالم في العالم كله، العالم كله بيحط صوره ويروح اي دوله عايزين يتصوروا معاه. الحقيقه هو يعني بيعمل حاجه ما حدش يقدر يعني يعني شفت حضرتك بيلعب ازاي ببطء وكده، فده طبعا اعجاز يعني حاجه عشان كده هو مشهور عالميا وكده. انما بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك اللي هو احنا فين من باريس 24 واحتمالاتنا ايه، أنا يكفي أن أقولك أن عندنا إحنا بنعمل إعداد قوي جدا للموضوع ده وعاملين خطة لباريس 24 سواء فنية أو مالية وإدارية وكل حاجة، والوزارة واقفة في كتفنا في الموضوع دوت وبتدعمنا. الخطة دي يكفي أن أقولك أن في بطولة مصر الدولية دي الأخيرة اللي لسه ملعوبة قريب عندنا البطل سيد سيكا كسب بطل العالم في البطولة دي لأول مرة، وده يوريك قد ايه الاعداد رايح فين، احنا رايحين فين. معسكرات معسكرات داخليه، معسكرات خارجيه، معسكرات مفتوحه، معسكرات مغلقه، بطولات خارجيه، بطولات داخليه، اللي عاملين بطولتين جمهوريه لسه قريب في مصر هنا. ده على حساب الاتحاد برضو يا سياده المستشار عشان نتاكد يعني موضوع كفرد ماليا، مفيش بطل بيدفع من جيبه حاجه. لا لا عشان هم برضو امكانياتهم محدوده فما نقدرش احنا نعمل عبء كمان اكبر يعني. طبعا كويس. ولكن برضو في الجزئية دي في حتة عايز أوضحها. النهاردة أنت أحيانا الاتحاد الدولي بيسمح لك باستثناءات زي إيه؟ يعني بطولة مصر الدولية مسموح لكل دولة تشارك بعشر لاعبين مثلا يعني ماكسيمم، لكن الدولة المنظمة اللي هي مصر لا بيبقى مثلا 20 يسمح لك بعدد الضعف بشكل استثنائي يعني. فأنت النهاردة أنت المنتخب عندك لو خدت واحد بس، أنا لسه بنحكي بنقول في 10 كلاس بالنسبة للبارالمبي 10 كلاس رجال و10 سيدات، لو خدت واحد بس اللي هو البطل أو المصنف الأول في كل رانك في كل كلاس
يبقى انا عندي 20 واحد دول ايه قوام المنتخب. 20 واحد هيلعبوا دول المنتخب. لو خدت 2 هيبقى 40، لو خدت 3 هيبقى 60. فالنهارده احنا شاركنا في بطوله مصر الدوليه، انا كدعم من الناحيه الماديه هصرف على مين؟ بصرف على الاساسيين. اما اللي هم الزياده المسموح بيهم فممكن يكون مسموح لهم بالمشاركه والبطوله في بلدنا، فما فيش مشكله ان هم يشاركوا. برضو على ذكر الصرف وعلى فكره وعلى ذكر الدعم المادي، اكيد حضرتك خدت بالك ان في اخر كام سنه في اهتمام رئاسي ملحوظ بفئه ذوي الهمم، تمام؟ واكيد لا سيما الرياضيين منهم، وشفناهم بيكرموا قبل كده من سياده الرئيس اكتر من مره بعد عودتهم من اكتر من مشاركه في بطولات دوليه ومنها بارالمبيه كمان. هل لهذا الاهتمام الرئاسي كان ليه اي انعكاس على جزئيه التمويل المتعلقه بالاتحادات المعنيه في الرياضات المختلفه؟ هو التمويل بالنسبه لنا احنا المصدر الوحيد للتمويل هو الوزاره وميزانيات الوزاره، وهي الوزاره هي اللي بتصرف، وزاره الشباب والرياضه، والحقيقه ما بيتاخروش علينا الدكتور اشرف صبحي ما فيش اي سبونسرز للبارالمبيكس. في سبونسرز لبعض الابطال يعني الناس يعني مثلا واحد زي ابراهيم حمدت وكده الناس كذلك في الاسوياء هتلاقي في سبونسرز، بس العدد محدود جدا اللي السبونسرز انا عايز اعرف ازاي يعني بمناسبه السور ازاي سبحان الله يعني ببقه بيلعب وبيحقق كمان انتصارات على ابطال يعني في دول تانية سبحان الله وبيبهر العالم. لا مش عادي، ربنا يوفقه بجد يا رب. صحيح. يعني ده صحيح. فعندنا السبونسرز بيرعوا بعض اللاعبين، يرعوا ابراهيم مثلا، في عمر عصر، دينا، هنا جوده. هنا جوده طبعا. ممكن تلاقي عدد. احنا دلوقتي بنسعى كسياسه اتحاد، ومش المفروض يبقى ده مبدا عام على كل الابطال؟ طبعا اكيد بطبيعه الحال لما يكون في حد نجاح ومداوي بشكل صحيح. استثنائي صحيح. ومبهر للعالم طبيعي، لكن بتكلم على المبدا. حاليا احنا مركزين في موضوع السبونسرز ده كبديل للدعم المالي برضو او يساعد في العمليه ديت. شغالين على الملف ده، بس مش عايز اقاطع ان شاء الله. يعني موفقين. ده خبر حلو طبعا. ان شاء الله هيبقى فيه، وهيبقى فيه دعم كويس، والوزاره الحقيقه والدوله مش متاخره عننا في حاجه بالنسبه للدعم المادي يعني. كويس جدا. يعني يا سياده المستشار بجد كل التوفيق لحضرتك، بس فرحونا في باريس 2024. نتمنى يعني اكيد هنشوف حضرتك قبلها، بس نتمنى بعد باريس 2024 تجولنا بقى ويبقى معانا ميداليات ذهب كتيره، ان احنا نقدر نعمل ده باذن الله. ندعو الله ان شاء الله باذن الله. نوعدكم بحاجه. نورتنا يا سياده المستشار، مشكور على وجود حضرتك معانا. شكرا لحضرتك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات، ونرجع نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. بقول الف مبروك للنادي الاهلي، إدارة وجماهير ومنظومة ناجحة بقيادة الكابتن بيبو كابتن محمود الخطيب على الإنجاز الكبير اللي هو إن الأهلي واخد 8 مرات البطولة العربية، إنجاز تاريخي، وأكتر فريق واخد بطولة الطائرة للبطولة العربية. بقول لهم ألف ألف مبروك، بجد فرحتونا وشرفتونا، وهو ده المتوقع من نادي الأهلي، النادي الفخر، نادي اللي بيفرحنا دايما ودايما مشرفنا كده يا رب. بنقول لهم طبعا الف مبروك، ودي توقعاتنا منكم دايما ان انتوا على طول بتكسبوا البطولات ديت، ودي تقريبا البطوله الثامنه ان شاء الله. طبعا انتوا قدامكم لسه في بطولات كتير السنه دي، نتمنى ان شاء الله ان انتوا كمان تحصلوا عليها وتسعدوا جمهور النادي الاهلي. طبعا اقول لهم الف مبروك، وطبعا كالعاده متعودين منكم على البطولات، ان شاء الله السنه دي نقفل كل البطولات، مش تبقى الثامنه بس في العربيه، ناخد افريقيا ونكمل الدوري والكاس كالعاده. ونشكر طبعا كابتن ميد مصلحي، كلهم طبعا تحت رعايه كابتن محمود الخطيب، نقول لهم مستنيين منكم الاحسن، ان شاء الله الجاي يبقى تمام. حقيقه حاجه مشرفه، وده جاء نتيجه مجهود كبير بتبذله اداره النادي الاهلي في تدعيم الفريق واحضار افضل المدربين، ما جاش من فراغ، وان الكابتن محمود الخطيب كون يلتقي بيهم ويهنيهم ويطلب منهم المزيد. بصراحه حاجه مشرفه لفريق الطايره رجال النادي الاهلي، وهم بقى لهم فتره على مستوى عالي جدا، والارقام القياسيه اللي حققوها سواء في البطوله العربيه او في الدوري او غيره. ألف مليون مبروك لأبطال الكرة الطايرة، وهم رجالة ومعودين على طول على البطولات، وبخص بالذكر أخويا وحبيبي كابتن ميدو والأبطال كلهم بقى عشان ما انساش أسامي عبد السلام وصلاح وكل المجموعة. الصراحة حاجة محترمة جدا. الحمد لله احنا نشكر لاعيبة فريق الطايرة الرجال
منظومة على أعلى مستوى ومنظومة رياضية ممتازة، جهاز فني على مستوى عالي وجهاز إداري عالي، ولعيبة بسم الله ما شاء الله قد المسؤولية، والحمد لله على تحقيقهم للبطولة العربية للمرة الثامنة في تاريخ النادي الأهلي، وده إنجاز مسبوق ومحدش حققه. احنا بنشكر فريق الطائرة رجال انه حقق يعني البطولة الثامنة، البطولة العربية، مجهود كبير يعني قام به الفريق في ظل مجلس الإدارة يعني موفر للفريق كل حاجة، جميع الحاجات اللي النادي الأهلي بيفوز فيها. مجلس الإدارة طبعا هو اللي بيدعمهم وهو ليه اليد في كل حاجة، لأن بصراحة شايف شغله بما يرضي الله، وبيدعم الرياضة وبيدعم كل حاجة في النادي بصراحة، حتى الأطفال حتى السيدات حتى كرة القدم وكرة السلة، ما فيش حاجة ما بيدعمهاش. لما نطلع نتكلم عن نفسنا نقول ملوك الصلاة، ما بنقولش أي لقب غير لما بيبقى بيزد أو مبني على أرقام وعلى واقع، لكن نطلع نقول ندي لنفسنا ألقاب ده بيبقى شيء يضحك. فأنت بتتكلم أن أنت ملوك الصلاة فعلا، أنت بتتكلم كمان تحديدا في كرة الطايرة، الحمد لله للسنة الثامنة البطولة العربية أو للمرة الثامنة، فحاجة محترمة وفي كواليس كتيرة جدا وفي طبعا ملفات أخرى وألعاب أخرى هنتكلم في كل ده. بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا نورنا الناقد الرياضي حسام صديق. صباح الهنا. صباح الفل عليك. أهلا بيك. صباح الفل. نورنا. أهلا بيك في 10 الصبح في الأهلي. وطبعا في ملفات كتير عايزين نتكلم معاك فيها، أكيد من ضمنها طبعا البطولة العربية للكرة الطايرة وهذا الإنجاز التاريخي الغير مسبوق للنادي الأهلي، شبه سيطرة يعني كاملة على البطولة دي. لكن تعال نقف عند التفصيلة الأخيرة اللي قالتها نهاوند، فكرة إن إحنا نادي الأهلي هو يعني اللعيبة بتوع النادي الأهلي، اللاعبين ولاعبات هم ملوك الصلاة بما لا يدع أي مجال للشك، يد وسلة وكرة طايرة. أكيد عشان توصل لإن أنت بيتقال عليك من يعني ملك الصلاة أو ملوك الصلاة ما جاتش من فراغ. ايه اللي ادى الى حصول لاعبي ولاعبات النادي الاهلي على هذا اللقب عن جداره واستحقاق؟ لقب ملوك الصلاة ما جاش من فراغ، الارقام والانجازات هي اللي بتقول. النادي الاهلي ما شاء الله لو مسكت لعبه هتلاقي محقق فيها ارقام وانجازات، مثلا الباسكت هتلاقي فوق ال 30 بطوله على مستوى الرجال، على مستوى السيدات اكتر من 50 بطوله، يعتبر هو القطب الاول في مصر على مستوى السيدات مع نادي سبورتنج السكندري. لو بصيت على الكره الطايره النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا طبعا بالالقاب على مستوى الرجال، ده غير على مستوى السيدات. لو جمعت اللعبتين او الانجازات اللي احنا حققناها في الرجال والسيدات في الطايره هتلاقيهم حوالي 182 بطوله او 184 بطوله، وده يعتبر انجاز كبير جدا. مفيش طبعا قطاع طايره على مستوى العالم في اي نادي على مستوى العالم مع الانجازات ديت والارقام. نفس الكلام على الهاند بول، فالارقام والانجازات حلوه جمله، انا اسف لمقاطعتك بس حلوه جمله على مستوى العالم لازم يتوقف عندها شويه. ده صحيح. النادي الاهلي من سنتين على مستوى الرجال دخل موسوعه جينيس في الكره الطايره، حقق حوالي 102 فوز متتالي. نفس الكلام على مستوى السيدات الموسم الماضي حقق نفس الرقم تقريبا ودخل موسوعه جينيس، لكن لغايه دلوقتي للاسف الشديد الرقمين ما تسجلوش في موسوعه جينيس. يعني انا بطالب مجلس الاداره ان هو يتحرك في الموضوع ده، موضوع مهم جدا. انت المفروض تسجل الرقمين، انت المفروض تبعت الاول للمسؤولين في موسوعه جينيس عشان يسجلوا رقمين، لان الرقمين دولت مهمين جدا. لو بصيت برضو على الباسكت بول احنا اتكلمنا عليها، لو بصيت على الهاند بول هتلاقي على مستوى رجال النادي الاهلي يعتبر هو القطب الثاني او الاول في كره اليد المصريه مع نادي الزمالك. لو بصيت على كره اليد السيدات نفس الكلام. فلقب ملوك الصلاة ما جاش من فراغ، الارقام والانجازات هي اللي بتقول كده. صحيح. عندنا كمان مباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة اللي الباسكت النهارده فعلا. يعني طمنا توقعاتك، قراءتك سوفار للفريقين. مباراة مهمة طبعاً. مباراة لها طابع خاص. بعيدا عن الغيابات اللي بيمر بها الفرقتين، يعني لو بصيت على النادي الأهلي النهارده عنده 5 غيابات مؤثرة. إيهاب أمين طبعاً وعمر طارق اتصابوا للأسف الشديد مع منتخب مصر في الويندو الأخير اللي هو تصفيات كأس العالم لكرة السلة. في محمد أبو الناصر أيضاً هيغيب النهارده، في بيدو ناصر هيغيب النهارده أيضا، في أحمد مهيب هيغيب برضو النهارده. فرغم الغيابات دي كلها لكن المباراة لها تابع خاص. نادي الزمالك برضو نفس الكلام عنده غيابات النهارده، أبرزهم المحترف الأمريكي وفي أيضا في مصطفى كيجو اللي رحل عن نادي الزمالك إلى الشمال القطري.
فالمباراة مهمة طبعا النهاردة، لكن في نفس الوقت المباراة مش هتأثر على الفرقتين، يعني لقدر الله النهاردة الأهلي لو خسر مش هتأثر في حاجة، لأن المباراة في المرحلة الترتيبية بتبقى بالترتيب من الأول. في رجال وسيدات، يمكن في السيدات كنا لسه بنتابع برضو، احنا في حتة تانية خليني أقولها بالشكل ده. صحيح، احنا في السيدات برضو متصدرين المرحلة الترتيبية لدور السوبر، قدرنا في المرحلة الترتيبية ان احنا نفوز على الغريم التقليدي اللي هو نادي الزمالك بفرق 70 نقطة. ده دبل دبل. فعلا فعلا. والمباراة دي ادت مجلس ادارة نادي الزمالك طلع قرار بتسريح فرقة السيدات بتاعة الباسكت في نادي الزمالك، لكن نادي الاهلي قدر ان هو يستفيد من القرار ده، ان هو قدر ان هو يحصل على خدمات يارا اسامة من افضل الناشئات في مصر في هذا العام، او من افضل الناشئات في مصر حاليا، ومن افضل لاعيبه في مركزها كمان اللي هي مركز السنتر. كمان شفناها مع كابتن قابل الفي في بطوله تصفيات بطوله افريقيا اللي فاتت اللي مصر كسبتها وتاهلت لبطوله الافرو باسكت النهائيات بطوله افريقيا يعني، فاحنا استفدنا من القرار ده برضو. اكيد. طيب برضو على ذكر التالق النسائي على مستوى الرياضات المختلفة، طالما هنتكلم في الموضوع ده ونفتح الملف ده، لازم نقف برضو عند ميار شريف. وخصوصا بعد ظهورها الجيد في آخر بطولة تنس كانت مشاركة فيها، بطولة مونتيري المفتوحة للتنس، فهل مشاركتها وظهورها بشكل جيد في البطولة دي قد يكون مؤشر لإنجازات مستقبلية بالنسبة لها إن شاء الله، ولا مش بالضرورة؟ يعني الاثنين. احنا لو بصينا على نتائج ميار الفترة اللي فاتت محققة نتائج كويسة، خاصة في البطولة الأخيرة اللي هي شاركت فيها اللي هي بطولة مونتيري المفتوحة للتنس في المكسيك، قدرت ان هي تفوز في ماتشين اللي هو الدور الأول والدور الثاني، وللأسف الشديد في دور الثمانية خسرت قدام المصنفة الرقم 5 على العالم، أدت مباراة جيدة لكن للأسف خسرت في الآخر. ميار في الفترة دي بتحاول إن هي تشارك في البطولات اللي هي الفئة 250 نقطة عشان تجمع نقط أكتر عشان يساعدها في التصنيف العالمي بتاعها، والتصنيف ده هيساعدها إن هي تشارك في البطولات اللي هي الكبرى بعدين، اللي هي بطولات زي الماسترز، بطولات زي الجراند سلام. فانا اتوقع ان شاء الله كل بطوله اللاعبه من دول بتشارك فيها بيبقى لها عدد معين من النقاط. فعلا فعلا. بيتحسب بشكل ايه، سنوي مثلا من خلال المشاركات السنويه في بطولات مختلفه، ولا بتتحسب ازاي؟ يعني التصنيف السنوي للاعبات بيتحسب ازاي؟ لا، هو كل بطوله بيبقى لها زي نقط مثلا. والتصنيف بيبقى كل شهر في التنس شهري. شهري. لو بصينا مثلا على بطوله مونتيري هي 250 نقطه، الفائز بياخد 250 نقطه بينضافوا في التصنيف العالمي بتاع اوفرانك بتاعه. فانا اتوقع ان شاء الله ان بالمستوى اللي ظهرت عليه ميار مؤخرا سواء في بطوله مونتير او في البطولات اللي هي شاركت فيها في الفتره الاخيره، اتوقع ان هي هتوصل ان شاء الله على اخر الموسم ده او اخر السنه دي للتصنيف رقم 45 على العالم. دلوقتي ما شاء الله التصنيف رقم 53. حلو جدا. طيب انا عندي نقطه بقى حسام مختلفه شويه. احنا الفتره اللي فاتت شفنا مصر تستضيف يعني بطولات عالميه في كل الالعاب تقريبا الرياضيه المختلفه، مع هنعمل كومباريزن او هنعمل مقارنه بعدد البطولات اللي احنا استضفناها بعدد البطولات اللي احنا كسبناها او الميداليات اللي حصلنا عليها، خلينا برضو نعرف منك هل هي تعتبر كده احنا ماشيين صح متالقين، ولا في دروب الى حد ما؟ ده صحيح، استضافه البطولات هنا على ارض مصر يعني بتفيدك في موضوع البنيه التحتيه وتساعدك مقدما كمان اللي انت قدام ممكن تستضيفي دوره الالعاب الاولمبيه، كمان بتساعدك اللي انت تحققي نتائج كويسه في الالعاب الاخرى او الالعاب الفرديه، ان خلاص البطوله بتبقى على ارضك، فبتساعد اللعيبه ان هي تاخد اللي هي تعرف تفوز بالمباريات وكده، خاصه لو في جمهور. تقريبا بكره في بطوله عالم الخماسي الحديث، كاس عالم الخماسي الحديث هتلعب هنا في الكوره، وعندنا لاعبين متميزين الحقيقه في الرياضه دي. ده صحيح، يعني لو بصينا على الخماسي الحديث من افضل الرياضات اللي هي اتالقت مؤخرا. طبعا المهندس شريف العريان تقريبا حط خطه من 2017 للنهوض باللعبه وتطوير اللعبه. يعني لو بصيت على مراحل تطوير لعبه الخماسي الحديث هنا في مصر، لو بصيت من اول 2017 لحد 2020 اللي هو قبل اولمبياد طوكيو، هتلاقي ان احنا محققين نتائج كويسه في قاريا او عالميا. لو بصيت مثلا في بطولات الناشئين او الشباب او الشابات، هتلاقي في كل بطوله لنا بصمه فيها.
وده ساعد ان احنا نحقق انجاز تاريخي وانجاز كبير في اولمبياد طوكيو اللي فات بالحصول على الميداليه الفضيه. طبعا ساعد بدوره برضه في تدعيم فكره ان مصر هي اللي هتستضيف كاس العالم، ودي يعني هي البطوله الاهم في الرياضه. ده صحيح. المهندس شايف العريان طبعا ما شاء الله يعني داعم في لعبه الخماس الحديث، يعتبر او يرجع عليه الفضل في تطوير اللعبه هنا في مصر. زي ما قلت لك يعني الانجازات اللي احنا حققناها قبل 2020 ساعدت ان احنا ناخد ميداليه فضيه، ودي كانت ميداليه تاريخيه طبعا عن طريق بطلنا احمد الجندي. لو بصيت في البطوله اللي احنا هنستضيفها يعني بكره تقريبا ان شاء الله هي كاس العالم الخماسي الحديث، هتلاقي فيها يعني القوام الرئيس اللي هو بتاع منتخب مصر. لو بصيت على واحد زي احمد الجندي طبعا وللاسف الشديد بعد طوكيو اولمبياد طوكيو غاب فتره طويله جدا لانه كان عنده اصابه في الكتف، رجع في نص العام اللي فات شارك في بطولة العالم الخماسي الحديث وقدر ان هو يحقق مركز خامس رغم ان هو كان بعيد بشكل كبير جدا عن البطولات، مرشح بقوة ان هو يفوز باحد الميداليات ان شاء الله في كاس العالم الخماسي الحديث. لو بصيت على الاسم الثاني اللي هو الشقيق الاصغر لاحمد الجندي اللي هو محمد الجندي، قدر ان هو يحقق احد الميداليات في البطوله اللي فاتت اللي هي بطوله العالم الخماسي الحديث، والميداليه ديت ساعدته ان هو يتوج بجائزه افضل لاعب ناشئ في العالم سنه 2022 في الخماسي الحديث، وساعدته كمان ان هو يتصدر التصنيف العالمي للناشئين في الخماسي الحديث. طبعا عندها لعيبه كتير كمان يعني ما ننساش في السيدات في يعني في ندى اسماعيل تقريبا، في اميره الانديل، ملك اسماعيل عفوا، في امير انديل، في لعيبه كتيره جدا يعني في الخماسي الحديث يعني ما شاء الله محققين نتائج كويسه مؤخرا. بصي يا حسام الوقت للاسف بيخلص، بس قبل ما نختم انا وكريم لازم اطمن ونطمن الناس على النقطه اللي انا هسالك فيها دي، وهي فكره هنا مع الطفره الكبيره في الرياضه المصريه والاعداد الكبيره من ابطالنا، لازم اطمن على الاتحادات ووزاره الشباب والرياضه وكل القائمين على الرياضه المصريه في فكره هنا توفير كل الاحتياجات لهؤلاء الابطال اللي احنا بنتكلم عنهم اللي بيشرفونا في محافل دوليه زي طبعا الاولمبيات المختلفه. طمنا من وجهه نظرك، وطبعا انت خبير بهذا الملف، العراقيل اللي موجوده، المشاكل الماديه اللي عند بعض الاتحادات، ازاي قدرنا او ازاي هنقدر ان احنا نتغلب عليها عشان كل الرياضيين في كل الرياضات يبقى عندهم كل المحتاجين، وما يجيش بقى نسمع مثلا خماسي حديث او مثلا في العاب القوى لاعب هو اللي بيسافر وبيدفع، وكان في البلياردو لو انت فاكر كمان كانوا بيحكوا لنا كتير بيصرفوا من يعني بوكيت ماني بتاعهم او يعني مصروفهم الشخصي، ومش كل الناس تقدر على ده، خلينا نتكلم بصراحه يعني. وطبعا الوزاره بتدعم وكل حاجه، بس في يعني رياضات للاسف الشديد ما بقاش فيها تدعيم كلي بشكل كبير، وبتبقى عامل فيها بطولات يعني، وده تناقض مش حلو. ده صحيح. يعني السنه اللي فاتت كان في بطوله عالم للالعاب القوى للشباب، وكنا عندنا جيل واعد وكان مرشح اللي هو يفوز بميداليات في بطوله العالم للشباب لالعاب القوى، ارقامهم هي اللي كانت بتقول كده، وللاسف الشديد يعني حصلت مشكله ان اللعيبه ديت ما سافرتش، ان يعني تقريبا الوزاره ما دفعتش فلوس السفر او حاجه زي كده، فبالتالي ان هم ما سافروش. يعني بطوله زي ديت كانت تفرق معاهم اكيد، وبتفرق معانا. صحيح، كانوا مرشحين يعني، الارقام بتاعتهم هم هي اللي كانت بتقول هي كده، هي خساره لكل الاطراف ان جيت للحق، ودي برضو اكيد من الامور اللي بنتمنى ان هي ما تتكررش الفتره اللي جايه، عشان زي ما هوانت كانت لسه بتقول لك من شويه فعلا ابطالنا دول يستحقوا ان هم يشاركوا في كل البطولات بما يتماشى مع استثنائيتهم كابطال رياضيين مميزين. احنا بنشكرك على وجودك معانا حسام النهارده، نورتنا، شكرا جزيلا. شكرا جدا يا حسام، قراءه ممتعه حقيقي يعني، شكرا ليك. هنروح فاصل، وحضراتكم اللي هترجعوا بقى احنا كده خلصنا، هترجعوا مع فقره طبيه مسجله هتكون مع كريم وضيفنا العزيز دكتور باهر السعيد، نشوفكم بكره ان شاء الله.